السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي هنوريكم اللعبة بتاعت سباق سيارات. اللعبة فيها مدن كتيرة جدا وبتعتمد على تحدي. ان شاء الله احنا قربنا نخلصها في اقرب وقت، وهنحط لكم لعبة بتشتغل على الموبايل وهتشتغل على اندرويد وعلى كمبيوتر كمان بي سي. اللعبة فيها نظام، لما تيجي تشغل على الموبايل في هنا بنزين وفي فرامل، ولما يجي تشغلها على كمبيوتر البنزين وفرامل حرف البنزين حرف الام والان، ان هو النون يعني هو يعتبر ايه الفرامل. وعندنا هنا طبعا ايه اضاءة داخلية واضاءة خارجية، الحاجات دي بتفيدك لو انت داخل في مدينة فيها دنيا ضلمة. وعندنا هنا عداد، وعندنا دركسون حرف الار يعني ترجع لورا، حرف الدي يعني تمشي قدام. لعبة ممتعة جدا، فيها نظام شكمانة وبتطلع النار، وفيها طبعا حاجات حلوة قوي كده. بس أنا قبل ما إيه عايز أوقفها وأبدأ أشغلها تاني، أنا عايز أخلي بس الدنيا ضلمة عشان أوريكم تأثير الإفكت بتاع النار اللي بتطلع. هي بتطلع النار في برضو في النهار برضو، بس عشان يبقى شكلها ممتع أكتر أخلي الدنيا ضلمة. يعني مش عارف عشان برضو اوريكم تأثيرات الإضاءة بتاعتها. من اول ما اشغلها كده الدنيا كحلي، اشغل الكاميرا الخارجية كده الاقي مثلا هنا ايه اللايت قدام عشان اوري الدنيا قدام. دي عربيات المفروض بسابقها، بس انا مش ماشي دلوقتي انا عشان بوريكم الاوبشن جواه. انا طبعا لو بشغلها على التابلت هيبقى فيه سهولة ادوس على الحاجات دي، اشغل اضاءة داخلية او اضاءة خارجية. خليني كده بص الإضاءة الداخلية، أنا عشان أخليها تمشي قدام أجيبها على حرف الدي أو المتنور، هدوس حرف الإم عشان تبدأ تمشي إيه معايا. ومنساش طبعا أنا عندي الكاميرا، أنا لازم طبعا دي عندي كاميرتين. الكاميرا الأولانية دي بتجيب لي شكل العربية اللي فيه استحمام ورا، والكاميرا دي بتجيب لي الدنيا ورايا عشان أقدر أشوف الناس اللي هم بيتسابقوا معايا. طيب يعني وعندي هنا طبعا لما تيجي لحد ما بتوصل مثلا لسرعة معينة هتبدأ النار تطلع.